الله والطالبات، السلام عليكم. سنتعلم بإذن الله درس التدريب الرابع، برنامج جيم، دمج الصور. متطلبات التدريب: أولا القرص المرفق مع الكتاب، ثانيا ذاكرة متنقلة. في التدريب السابق قمنا بتصميم مجموعة من الصور لمشروع المحافظة على الممتلكات العامة، وأضفنا تأثيرات على الصور باستخدام أدوات ومرشحات في البرنامج. دمج الصور هي من المهارات التي استطاعت اكتساب شعبية كبيرة جدا بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنك في هذا التدريب دمج صورتين أو أكثر والإبداع في التصميم وتعديل الصور، حيث يمكنك وضع صورتك في أي مكان بالعالم أو بجانب أحد الشخصيات المشهورة ومشاركة أصدقائك بهذه الصور. ففي المثال تم استخدام التحديد الحر لدمج الصورتين. ففي هذا المثال تم دمج صورتين، وهي الصورة الأولى وهي تمثل الجبال، والصورة الثانية وهي الخيل، وتم قصها ثم لصقها في هذه الصورة وهي صورة الجبال. مثال لدمج الصور باستخدام قناع الطبقة: الصور التي أمامك هي عبارة عن صورتين في صورة واحدة، وتم استخدام أحد الفرش في مسح هذه الصورة لتظهر الصورة التي خلفها. وفي هذا التدريب بإذن الله سنقوم بتصميم صورتين تخدم المشروع، وسنتعلم كيف يمكننا دمج صورتين أو أكثر باستخدام التحديد الحر واستخدام قناع الطبقات. خطوات التدريب لدمج صورتين باستخدام التحديد الحر: نقوم بإدراج صورة من مجلد الصور من قائمة ملف ثم افتح كطبقات، نحدد صورة الماء ثم ننقر افتح، ثم نقوم بفتح صورة أخرى بنفس الطريقة لدمجهما صورة، ولتكن صورة قطرة الماء. نقوم بتحجيم الصورة بشكل مناسب، فبعد تحجيم الصورة نقوم باستخدام أداة التحديد الحر. أقوم بتحديد أطراف قطرة الماء إلى أن أصل إلى نقطة البداية، ثم أصل إلى نقطة البداية، ثم ننقر على زر الفأرة الأيمن فتظهر قائمة منسدلة، نختار الأمر تحرير ثم أنسخ، ثم مرة أخرى ننقر على زر الفأرة الأيمن فتظهر قائمة منسدلة، ثم نختار تحرير ولكن ألصق في طبقة جديدة، فتظهر الصورة. ننقل الصورة في المكان المناسب ثم نتخلص من الصورة الأصل. أخفاء صورة قطرة الماء بالنقر على الرمز الذي أمامها وهي رمز العين، ويتم أخفاء الصورة الأساسية والاكتفاء بالصورة التي تم قصها ولصقها. يتم إخفاء العين ومن ثم تختفي الصورة الأساسية. وقد انتهينا من تصميم الصورة، يتم حفظها من قائمة ملف ثم Export As، نحدد مكان الحفظ وتسميتها، نقوم بتسمية الصورة قطرة الماء، ثم نقوم بحفظ الصورة باستخدام الأمر صدر. دمج الصور باستخدام قناع الطبقة: أدرج صورة من قائمة ملف ثم افتح، ولتكن صورة حديقة عامة، ثم ننقر على الأمر افتح، وأيضا أدرج صورتين ولتكن قمامة حديقة وكشافة باستخدام الأمر افتح كطبقات، أحدد صورة كشافة وأحدد صورة
قمامة حديقة، ثم أنقر الأمر افتح. تم فتح الصورتين وأحجمهما باستخدام أداة التحجيم لأصل المقاس المطلوب، أحجم الصورة ثم أنقر الأمر حجم. أحرك الصورة إلى المكان المناسب، ثم أنتقل إلى الصورة الأخرى وأحجم الصورة باستخدام أداة التحجيم حتى أصل إلى المقاس المناسب، ثم أنقر الأمر حجم. أحرك الصورة إلى المكان المناسب باستخدام أداة التحريك من صندوق الأدوات، أرتب الطبقات بحيث تكون طبقة الحديقة العامة في الأعلى، وذلك باستخدام الأسهم في منطقة الطبقات. ثم أحدد صورة الحديقة العامة، ثم نذهب لقائمة طبقة، ثم قناع، ثم أختار أضف قناع طبقة. تظهر لي نافذة ومنها أحدد أبيض عتامة كاملة، ثم أنقر أضف. ألاحظ إضافة قناع الطبقة في نافذة الطبقات بجانب الصورة. أنقر على هذا القناع لتحديده، ثم اختار فرشاة التلوين من صندوق الأدوات وحدد الفرشاة المناسبة. بعد اختيار أداة فرشاة التلوين مع تغيير حجم الفرشاة من نافذة خصائص التلوين مع ملاحظة زيادة نسبة عرض الفرشاة بالأسهم الأعلى تزيد نسبة عرض الفرشاة وأسفل تقل نسبة عرض الفرشاة، أنتقل إلى الصورة وأحرك الفرشاة بضغط زر الفار الأيسر مع التحريك والمسح وتظهر لي الصورة التي في الخلف. نظهر الصورة والجزء المراد إظهاره ودمجه مع الصورة الأولى بهذا الشكل. مع ملاحظة إمكانية اختيار فرشاة أخرى كي يظهر لي شكل آخر، بهذا الشكل. ممكن إظهار جزء آخر من الصورة التي في الأسفل. تعرفنا فيما سبق على أداة الضباب وأداة التمويه وأداة الحرق. أداة الضباب لدمج الصورة بإمكاني استخدام فرشة واستخدم أداة الضباب بتسوية أطراف الصورة التي تم إظهارها بحيث تدمج مع الصورتين بطريقة لا تلاحظ باستخدام أداة الضباب. أيضا أداة التمويه وظيفتها دمج الحواف الحادة، إذا كانت لدي أي حواف حادة أود تنعيمها فأختار أداة التمويه مع الضغط المستمر فلا تظهر لي أي حواف. طريقة التأثير بسيطة جدا، ولكن مع الضغط سوف تدمج الصورتين دون ملاحظة دمجهما. فالثلاث أدوات التمويه والحرق والتنعيم هي من ستدمج الصور بطريقة جميلة تحسن من مظهر الصورة بحيث لا تظهر أطراف الصورة التي تم إظهارها. أداة الضباب أيضا تقوم بدمج الصورتين
بطريقة لا تلاحظ. لاحظ معي دمج الصورتين بطريقة فنية بحيث لا تكون الأطراف ظاهرة وباردة بهذا الشكل، تقوم بإظهار ضباب بسيط بحيث تدمج الصورتين فيما بينها. دمجت الأطراف بطريقة جمالية وفنية بحيث تكون بهذا الشكل. أيضا الصورة التي أظهرناها بالجزء الأسفل استخدم أداة الضباب بحيث تدمج الصورتين بحيث لا يلاحظ أطراف الصورة بهذا الشكل، وكان صورتين مدموجتين فيما بينهما دون ملاحظة استخدام فرشة لإظهار الصورة الخلفية بهذا الشكل. جزء غير ملاحظ أبدا دمجه مع الصورة الأولى بهذا الشكل. ثم نذهب لقائمة ملف Export As ثم ننقر صدر. الملخص: برنامج GIMP دمج صورتين باستخدام التحديد الحر، دمج الصور باستخدام قناع الطبقة.